مركاحيد وحي هيد نفي السياسة هذا حلو يقعنا هذا مغلي ذا إسماعيل أركتيد وقوينا إستقى كتمي وحي هيد أرنت السيلة فرنت أنا وحي أدري أيه إنه صومالي سوير يوم مدينة يو وقوي يسيلة يوحي بدل شموريتي فضلال كاحيد يا هول شاسي وماشى كذي يرسنا وماشى كذي يرسنا يو هذا الكي عدايا كصباح حي مدحوينها إن عن دكان لها يسنين إن ما لها دكان دون نمبر ون كاح ذلك إثيوبيا فضلال كا نمبر ون وحكاح دين جيبوتي حيت إثيوبيا أو هي بسين يلي سكور نجري لقى أمي سين يهري أما بانتاغون كا إثيوبيا معها ليدرشيب يهو جانك يارما ديمقراطية حلق ميرتي هاي لكن فندمنتال بيسك برنسبال كإثيوبيا كنت هاي كنت هاي أي أحر لغان داني صوماليات إنو يهي ميريه مركاو دنبيي فرانسيسكو كا عضي يهو يا أمي سين يهي دالك جيبوتي سيدا دراد بغول خمس ساقاشن دكدو حلق اللي سوتكو مركا جيسك أفريكا إنو دكت كهلا وهذا الكي عطا دالك إثيوبيا وحيالا كلي عرقلادو كتاقنينو حكم دا ودان ترينكا هي اسكو خليس دكد جيبوتي ايو دالك إثيوبيا ان او دي هاكا عيسي يعنفرتي يو ديغاندي اي ان ودان سي دهل بولا ودحتا لو لايف لاين كي هالبولا ديكا قادي دالك إثيوبيا ارنتاس قوفي صومالي كقرسون تاي ما جيرتو ما هو كان نسكو دغينا وخي انترتينمنت اي روايات يا در يا صومالي يا دولت بلايبي يا جمهوريه بلايبي هاكا نو يرا ديكا واقعا لغا دوداي وحي هيد نفس السياسه سان دي شيغي مركا اسو دنا و خو غدرايي فرينتا نين كلا يدا ابي احمد و اسماعيل عمر ديلي او فرينتي سو وحي هيد فرينكو سلايسان و انا دي سدا نوان جيا ان ان هلكن ورقد يرو بلوغا دروايده كو متلو و انت هارتا دافسي سنه انت اسماعيل عمر جيلا ما جيرتو او ميشا تالا سبحان الله فهمت مر في الايام اسماعيل مصيبه اسغا او وين وحا ويهي ان بقولكي لا سغاشن شعب الريتشبوتي وحي كنو ليهين نلاش دكدا عشان بقول أوقف وأقول كاير وواحد صحراء ويان حارة يعري ينلاو كلام تعلو إلى كلام قال ميالو نلاو كلام تعلو ما تعلو وبدأ عس ينلاش عيرة مشة تعلو لايف لاين كا إجبوتي هدي عرقلة دكدا ما تو حوتيني باب المندب وعرقلة هدي عرقلة دو وين ده ما أنت أفكي سكجد ويجي نك أي نمبر ون كده بيسا ونك نمبر ون إتوبية دكدا تحي واسمع العمر قل لي سؤالك عادي ما يدفع هذا كان منك أن هبيني يا مالين كسي حنيني هدي دكدة سيلع على هايستان وواد ما شو وين ما تجبوتي ودكدة سيلع دي قعنت أقرص دولة إثيوبيا تجبوتي وحلا يده راوي كديسي هذا ما قلت عاد شعب قريه تجبوتي وين يوصل كلا شغل دوم تان ما من قبل ده صوماليات سومالي استيت أنا الدولة كلا كلا رح كلا ما يشوي حيا لا الله يكهرب ينور لي ما تحلو هذا فهمتي وان نرش صدنا لفنا برتيلا حد قاله صومالي وحلا يده راوي حوله الله وحوله هيدي النوع وحلكي أي نرش ومضني سيركوليشن كذلك جبوتي أي كورة يجي تبغى كده دكدة هدي مركع أي تمادوا ناشنال سيكوريتي في إتوف جبوتي هذا ما غلط صح عارن كي الدولة يطلع كباب حك كجاق قيمة بدن شعبك هي جبوتي الدولة دي جبوتي له وده كده دكدة سنوي لك كاستمر هشوت كاستمر كسنوي توبية سؤالك عادي ما يدان فاهمين مركع سي حسن شيخ وادك سن كروش روح دبيش عالم كان جبوتي له ولا ريح كرتو وأينو آريس يحلف الصوماليين بالصمر كه هذا ما غلط صح دكتور نمرك راح يقول تعال الصومالي لا وحيل ورنش ذي الدمية وقبل هذا وقوي كالبيت لانك كلامك دستور فترة على كذا يكتب لانك كلامه راح يقول تعال قريب تن كلا الصومالي لا أنت هذا فهمتي لأنه واحد كشة كان يسام مدحينات جمهورية فترة على كذا دستور كل لحد كيو وحن كلا وكم يلقاد فترة على وكم يلقاد قبي قرآن وي وحلان سحية ما صومالي لو هذا لحد جاي حتى ما من قبل تضد ده يشعب يقدر الله لحد جاي يركوبن با احيد مرن دوما فاندرستاند هشيس ده كوخ بلش الصومالي سياسيين متليسين بغاتي سي حل لوغو هلو اما عقال وي استفتي دوله الصومالي الا هي هضره ما حينو دوله الصومالي دو ده كشقينيسا فانكشنال او الصومالي كشقينيسا وينو هينا دوله كشقينيسا لكن ده بوحسي بوسكي متلاد ديبدا لكن غدي دالك ده ما تالو وانا تن ده لديديين عيدن كدي قاب كيدي لا ديسو معني ما كان هديد حمر عيد دولة فردهم ما حمر وياه بيله وياه بعد جنوا أبقى البعد كن وما قال الرجال ليه هاي لنا عكرنا عاصمة وها وضم مضى الصومالي بكرة الصومالي دي دولة دنيا حكومة ليسي راس كان بون راس عصير الله ويعبد إيه كونا هكذا ده كنا مركب قبل يبيك كوبين قبل كنا ما من قبل عدد استن ما من قبل عدد نو يكسي دات كي يهوا وطن لو سيد دات كي يو ندم دي سنترالايز أو دلا سيد دات تشين يو ما من دات تشين ما من قبل عدد سيد كلاقوا أيام سمعنا محققوا أيام بطلوا محققوا أيام شوف اللاني كسماعي كلا فرديان قايم تكرنا كلا فرديان مركا دولة دام التلسي اسماعيل انا دي نحكا وضع قبطان هذا ما غلق صحيح تا
تامر كان وين حل حلك الله كينام حيطه نفس كأي علاس كإسماعيل صارا وين وسمون حل سياسة كينام وين الصاهي لو كي جمهورية فدرال كمتري وين الصاهي لو معمول كيف فديي سيلة أي سوون فديي مركا سمعنا لو يسكتوا قضية ما أوران كريس معيلة وديد حسن ودا أنت عينه ملا ذكي استأجنو مصبي حاو وقت يسأل ما ضيع وقبل ذي وقول كده الدمين وقوة ملترية عيدا يا عنتي منا ماشي يعني ونن إنفلونس يا صين العالم كان كله هاي هذا ما قلي سات مركا وعلنا يسلها لو برا صعب كيف أرنا ما شورا دعها وقت يسأل ما ضيع هرجي سفر دي مركا نظام فدرال في عالم كله يبا إيه كيف فدرال كمثل يو يسجل لفتي سنة أودي دولة ديت داني ماشي ولين أو ده ما حسن قرأ طبعا هيد كسلط مع طبعا نظام كده دولة ديت دولة كأنه فكشنا على هنا وحش عينا أنا وهاين مركا الصومالي ورنا له وقاب كده ولدي ما ضلوا قط لكاله مركا والنفس كاسية صدات الله يسلها هاي هذا ما قلصا حسنا مركا محوك هذا حلا إن وده هذا الكي وحن ودي بفريا وده هذا الكي كامبينس يا صديق مسكون إذا وده الصومالي لما دي بفريا دينتي ولا يقدر يو دولة دي هرب برس سكودي يو حيانو قال كشقة يسكو فريستي هم كيفاش عالم كوالا يقف الصحاب برس سكودي هرب دولة ده هرب سعودي iyo waxaan ugu aan ku daray inaa isku fariisatay waa time kale noo tilmaamay marka process kaas oo dawladdu horena qayb weyn ka soo qaadatay muxuu aha khayr iyo farmaajo iyo kooxdi dawladdan cusubinaay process kii si aan baqatay taas sanax ay dhalisay inta marka halkaan nafis siyaasadeed ba ka soo baxay in la yiraahdo number 1 gobolada colaadu ka jiraan gobolka soo la yiraahdo inuu ka saxeexo nabad oo den nabad وقضب قضب هذا كمذا وين عندنا خريطون عنه مركا عينه كسر حنا بات كنا مرخاتي كنا قضى سيلو فليه مركا اسمع عدوان نفسي هذا ما غلا يسان مو سنة وين نفسي يوم مال على ميلو كبح حبل لأيه بقى جاء الله على تعو كبح الدنيا دوا كدل دنتي سمال لا ويكدل دنتي أبي يو حنا قش يا كينا يو أبي سق ويو أكو شاكو باب المندب كي يو حاسي يو بق دكتي يبخار لبارنا يو تي وهو ده يدعى مش يسكفر يو الدنيا يقبل في كل عي marka inuu diyaarad raaco oo la madaxweyne la fariisto oo garay xuquuqleeyo oo idaado wada hadal Soomaaliland iyo Soomaaliya isagina nafis baa soo baxay waxaana guriga isku boqsanayay meesha fadhiyan tala iyo dawlad iyo maamul iyo adduunka degabalka dhinac baas ugu dhacay marka safarkan yar uu iska dhex fariistay qaladan ee xasan uu qul darreen iyo isleeyahay deenba laga deynaya tuusaa ma hada waxa ka siiyo oo dawarso isaga intii meesha la fadhiyay lacag buu ka helay tin kala uu ka sheekeynayaa ma jirto intay dadaysan isaanay isii imisan ka xaraqsana ki horena uu iga tooji ismaaciil iyo soomaariya jibuuti hada dantaan iyo soomaariya waxa iga yar siiya isaguna baloodkiisa iyo bacmishtarkiisa iyo baahidiisa iyo nafis siyaasadeed oo meesha ka dhaxbaan marka laga soo tago bacmishtarkiisa iyo ha wixii kale waxay ahayd nafis siyaasadeed oo meesha ka dhaxbaan qalaanka darad walaal yaa haddii ir samaran meesha ku shiraya meesha kale perina char samaysha ku shiraysay dadan oran ma ku shiraysay dadan oran dambarka abu gaadame loo kaxayo war waa nafis siyaasadeed waxa meesha ka dhacay hadaa ma qaysan waa nafis siyaasadeed absolutely and totally and absolutely aragtida marka iyadu position keda iyo qog maqam keda fariisatay taasi hal shay bay marka tilmaamaysa oo ay tilmaamu way ka bixinaysa موسى الدولة دي بيري دخل يبيني يا واي مسؤول دعوين وماشي طالع وهالك مفرده أنا خريج مكة قضب بدي وقضب باي قضب بين الدول استعجلني هدي يا بارح ما كر عليك أبغى وياه وأور قدي نفسي صدعت صدح تقرب كتمي قيمت وين حيد in dib loo bilaabo geedi socodka wada hadalka u dhaxeeya labada dhinac ayadoo diirada lagu saarayo saldhigga loogu dhigayo arrimaha masiiriga ah si loo gaaro xal waara seriously waxa ay halka waare la gaari karaa qabalkii uu qoyay Mohamed Isla dawladda Soomaaliyeed uu lacagaha kuma taagna xal waare lagama gaarin masiirka umada Soomaaliyeed ee federaalkiya waxaan wada shaqeynin oo ciidanka galmudug iyo ciidanka Puntland iyo ciidanka Jubaland waxaan midaysanayn kismaayo iyo Jubaland oo hal federaalkii aanay ahayn waxa si kala baxaysa dastuurka dawladda Khatuma iyo Puntland gobolada Waqooyi Galbeed ayaa iyaduna mandate-keedu dhamaaday oo madaxa la isku haystaa oo maamul goboleed ku dul dhismay ma waxa idan la tahay in halkaasii arrimaha masiiriga laga hadlayo Soomaaliland baa ku biirtay Soomaaliland
هرت سمال لها هذي سمال يا كبيرتو إن تبعش أقوى إن دلك جوكتوا بقرحت سوى ندين تل المعمية قرحت سوى الصومالي إنه الصومالي وحلق يبصدنا وقت جاية مال مها كينية وين جاية ندين الصومالي واتش على نوير فدينه ما إن لو جود هذا أبو قادة يا أبو كينية يا أبو يوغاندا يا أبو لورن بابو حلق يبصدنا ما جرتوا هدي عد صومالي وحوضة قيب سنة يسوق مصير يبقى إن قال يسوني كان يواب الفلو كمان دعو أنا يدين شيء والله إيه بلا إيه طلع نسيب ونقسم بحال الله هدو يدون رلا صومالي باتيتي كمان دعو وفلو وين برسان على تيغا إيه شخصية مصبيح إيه قراتان أو أفهنتان أو عقليا إيه شرعيا إيه مسكحيا إنت بقى أو درستان وأو دراسي زان وانين فلأ كدع iyo go'aan iyo masir minna ma yeelan karo fata baxda dagaalka iyo xubaan dilaya iyo duca qaadan ma iyo taa wiisa ka dhashay daydaynimada italku aan ku saleysnay marka waayo Soomaaliya la galay waayo wadul baanta ma deegan ku diyo goboladoodi gacanta ku haya ee Soomaalida u diyaara waa gobolka awdale Soomaalida u diyaara waa beesha foorno majoro gobolka qoyiga ee iyaduna meesha fadhida ee wax weeye boqolaal sano diyaar wax oo baro Soomaaliya أقول كيف بقى؟ أقوله ولي بكون تجيسه ديجان كده قبيل كده أهل يديده ينول كأي قعنته كويسه. مركع عارن كاسي عد شري سنة يسام مترتو. أو عقليا هي شرعيا هي مسكحيا شري سنة كرتا أما شر واركتا. من أنا دين شاقو من كنا كلام ما عدتك كل عار ما حاسو كاي. وفلي ماشي فديه. فلي ماشي فديه ولي. وفلي عاوه هدي عفر برلماني مل فلسطين والله انقلابية. هبي في السبيرة أول إلا أمر بكبر أرطل. فرطون للدولين يا عبد الساخلي ويرهدو قبل صدان قرحتي سوى على انقلاب يا ولد دمينية دولة ديدا للدمينية إلا قربها تليفون وكتشري وان سينجل بيرسا وعرين بارلمان هو عادي هدو فانتي ما كان نين قوان يا مصير يا قدية يا فندمنتال يا بيسك برنسيبل العقمو يعني دنكر وكشاكي يا مترتو انت يرى وحاسيس على السعودان ونفي السياسة ديد يا مالي نكد احراد يمو يعني موسى الدولة هي قان هي صومال هي متك شاكين كرا ليدنا متجرتو هذا فهمتي نفسك السياسة وحكم ده هي خاتمة برتا فردا عن أنا بدولة دي صومال الله فردا يا حد ويديني استعجينا وحلا لقى صحيح النبض وعند انتو الدقال كلهم يدق لها ولدم دم لها ولك بس ما لها جواب على ذوك الكلام بالحسن يسمع الواحد قصص صحيح النبض هذا فهمتي حسن هو كان نفسك سياسة هذا أبي أحمد يدك دي سيريد كايك طيب لدل استعني مركا نفسك سياسة هذا ما شاء الله لفريس طي لدل استعني أمضى أنا قلت كي كلا نبقد منه هل من السودة وعيها لما ضع دينا حوائنا يمدى صد المال موضى مرول بين تايلويس كجرته قد يعم سيان بقاطة أو والولاق أو إسكفريسة مركا نفسك سياسة هذا بانا ديت المام إياه waxaa la iibiyay dowlad ba meel ka sheekaysay cid ba meel tagtay in labada dhinac ay si wadaan wada jir u fuliyaan heshiisyada lagu gaaray wada hadalada labada dhinac ee hore uga dhaxmaray Ankara kida oo heshiisadii hore ee la soo dhaxmaray oo qaarba ay wax tilmaamayeen dadku inuu saddex socdo in lacagaha iyo dhaqaalaha toos la isu siiyo tay ka daba socdaana waa dhaqaalaha in aan la iska carqaladeyn lacagta dhaqaalaha ayaa ku jirtay heshiiska Ankara Imaaraadka iyo dhowr meelood والدولات دي هراي لقى أي كعب من ين عين محاي عقلات دولات دي هرنا واحد يتسو يتبسيه تحسابها لقى سوء لي وعالم كل عقتين كقارنا يدسيه ده هلا قلت المهم إسلام كلا تبوتي صامرية مركا إسلام نبض دي بو صحيح حيلا سعانات قالها على عضو كسر قدانه قبل كسر إن ده مركا تي كي هين دولات دي تبوتي يتي فطر لك هيد بينه هلا كا يسق وحوار رع أنا كقاريني النبض يا مرحنا قمال يا أضي يلا قصة طبعه ما إحنا قمنا تساك سوي علينا يلا سعانه نمت شرته معنى يدو حويين هالك فرع كقط هدول فهمتي هالك فرع كقط مركا قدر كان كلو كتر صديع هذا هذا الذي هراء هل فليه أو ضد فليه كان توالع بحسيه إيه وين تيجي توصيسي والدلالي دل عقد كاش كي هنتدا إيه فرصة ما ده إيه فلوس فيها وقولك تي عرقت هذا وحوي إسماعيل عمر قال لي عمر خاطيك وقد كان ينتي سين لص يا دي اخي اسمع الا وحده ديسك سينتي سي يا اسك قاطي والحق دايده مركا لك انا واي انا قدب نقضب كافرات ان قروا شيء دوله الصوماليه كبحس فرماجا كبحيه تي هوراي كو جرتي تدمباي كو جرتي تي لحد بي كو جرتي مرول بو كو جرتي
ما يعني كتير لما ترتو سياب رهنبات وقيدو قيست ما هي عبد الله فرما تهبين مهرقي كقيمي تبوتي والعكت على هاي السي اسماعيل عودك كدوبي هل خاص يسكمر هذا ما غلط صبي حبيب حدا أنا عايم كاش سومالي هرتي ما أنت كود اللولي يا لبم يدودي لقد بلدي فيل سومالي هي بتحبينها سومالي تحمل sidoo kale heshiiska hore waxa lagu qoray jeena saarmeen atrocity dowladdiisa iraniyo marka waxaan soo qiraya waa wixii hore oo la koobi kareeyay waxaan meesha lagu walaaqaya sababtan idin leey waa nafis siyaasadeed waa sababtan wax badan wax yar oo kale waa la sharaxi doonaa way tan inta seen kuga tagayna dowladdi military ahayd oo iska dhalay caynuun ahayd odayga dhintay hawshiisi way yahay in labada dhinac ay iskaashi buuxa ka yeeshaan dinaciyada amniga la dagaalanka faldambiyeedyada abaabulan iyadoo ay xariir buuxa yeelanayaan arrimahaas hay'adaha u xilsaaran bay amarka laba dowladood heshiis kala saxanayaan oo kala amniga amarka laba maamul goboleed heshiis amniga kala saxanayaan waxyaalaha abaabulan waxa ka mid ah in dowladda khaatum ay xilibaana ku leedahay federaalka in garaad jaamac iyo qoladan wuxuu ahaayay madaxweynaha fiqi uu tagayo lagu soo dhaweynayo xamar muuse kooxda wuxuu yaqaana koox abaabulan oo qalalaasa iyo dhibaato ku haysa isaga saaxiibii meydan fahmi qaybta kalena waa qolada galabuursi ee aan aaminsanayn gooni goosadka Soomaaliland ee fadhida magaalada Muqdisho xasan shaqintu bilaad ku soo qaado Soomaalo daawanaysa miyuu xildhibaanka iyo siyaasiga xamar jooga ee aaminsan eena samatar ka mid yahay miyuu caawa bintu ka soo qaado aqalka baarlamaanka iyo aqalka sare ugu keenaya muuse biixi waxay kooxaha abaabulan wixii labaad ee soo galana waa al-shabaab taa al-shabaabna butlan baa hortaagan dowlad kale khaatumii isteed la yiraahdaan oo galay oo saaka muuse ka sii horeysa galmudu kuma ka sii horeysa inta marka la dhaafo al-shabaab iyo xasan sheekh ayay siriyanayaan maxay ka wada shaqayn karaan marka marka la dilay waa nafis siyaasadeed waxa laga wada shaqayn karaa maxay taa miya la soo dhiinayaa awdal isteed raga fadhiyay dadka abaabulani waa dowladda awdal isteed ee ee kana fadhiday ila Kanada ila Mareykanka ilaa shalay uu dambeeyay magaalada Muqdisho xasan sheekh hortiisa ku shireysay kuma dhaco dastuur iyo jamhuuriyad federaalna sheeganaya farma gaarsiin karo waayo la yaaqta ilaa Istanbul dadkuna waa qabiil mabaadiida siyaasadda waa lagu kala duwayay dhanaan tonno forno machoro Soomaalina ma weeyii char sana iyo dadba abaabulan iyo waa awdal state iyo waa khaatimi state garaa jaamacna looma keenayo yaa xabaabulaya waa siyaasiinta galabuursi awdal state wataa يا وحبابنا يا واسياسين تجرد هذا يا مرحلة قمت كدول بهمته ويا محسن شيخ ذا ما بينه ويا الله يده هذا ما علنا في بلوج هابا مصدح وشقينا يا ضد كأقا قبنا يا ويا عد الله شاكينا يا ضد كأن آمن سنين دولة النمدة فضرالك يا مامل كمصدحي ونمنك عقل كجلاح الصرعي سنة الرضا صوماليات إككلا ترسان هرتي يقدر بروسي shara uun bisina waxa la fariday dawladda khaatim isteed iyadoo colaadu ay socoto madaxweyne firdhiye lagu soo dhaweeyay waxa loo saaxay markaa waal shabaab al shabaab nabutla baa kaaga filan arrinta maxamed salaaban qoryaha sidata ayaaba nafteeda u baqanaysa waxa ka soo horeeya dhalinyarada khaatim iyo dawladda khaatim la yiraahdo ayaa nafteeda u baqanaysa waxa ka soo horeeya deegaanada anagu aanu degno anaga aba musabbiix uga horeeyayna oranna ma burcad nagu qarxinaysa ayaa iyo ciirkaabo marka waxa shabaab la yiraahdo taana Soomaali ba kamid ayso wax laga wada shaqeeyaa oo arqalad inagu ahi oo meesha ay yaalaan ma jirto nafis siyaasadeed hadaan ma qashayn waa nafis arinta ugu weyn waxa ay lacag siideen baa laga daayay way aanan nabada saxiix way ah jabuutina abi axmed adawsi sahalkii meesha ana hayd ahayd sayla soo subaxaanu lama haysta marka nafis siyaasadeed oo qaawan cadba meesha ka dhacay in yar kala waalidiin tafsiiri doonaa labada dhinac waa in goobaha iyo gobolada ay colaadu ka jiraan ay xasilooni ku soo dabaalo isla markaana la joojiyo iyadoo loo marayo dhaqankii soo jireenka ahaa ee Soomaaliya halkay colaadu ka jiraan lama la dii colaadu ka jiraan aan joogsanayn waa colaad dal shabaab dowladda Soomaaliyeed kula jirta qolada hawiyeey sariyaysa iyo koonfur galbeed goboladeeda alaad talabaadna waxay ka jirtaa Soomaaliland iyo Lascaanood oo ciidankii Soomaaliland ku jabo barta fadhiyo Muuse Biixi ku jabiyay number 2 labada qodob oo meesha sidaa u yaala oo miiska saaran macnaheedu ma waxa weeyaan
حسن الشيخ بعد الشباب نبض كسوة طبالية وماي قوة هي قبل هذا على طهي محيطة وين قضايا اللي قصوة طبالة موسن بحساك ما قضايا العيسى بقلت لي ما قضايا الهوية قرأت تامع وصوة قبانا يفرني وقرانا يوض هذا لان كل ما ينعلم كسوة الله سبحانه وتعالى قتابه عقلية دادا كويتي مهمي قد فانت مركا محاك قران نبدوي قضايا اللي قصوة طبالة وان نبض باك قران مورقطة نبض هاتو كبحانا يساك يطالة isna lacag doon buu hayaa yar lacag nafis siyaasadeed ba meesha ka soo baxay wax politikaliya iyo wax lagu mashquulo subixina waalidiin soo gali la duurkina waalidiin soo gali la magribkina waalidiin soo gali la intaana aan dadka ka baxay adoo faanti waraaqi markay soo baxayna nafis ka siyaasadeed ba ka soo baxay in umaha lascaanood odaya lagu dhameeyay ninki faraa walaad iyo nabad haystay أي عشرة طلنا نبل لك بريين أي ساكا ورقد إنه قصة فريم مركز إسماعيل ين يرى العقار كأنه نبض قصة دميني أضيع قصة دميني وأرنتا أضيع على قصة دماني صو وين حك الصاحب عيت أرن أضيع أباهن ولا لا يلا سعنا حك ما صاحبنا اعتراف عن هلا ولا لا يلا يبى ما قبلنا ولا لا يلا يعاد ما صاحبنا ولا لا يلا ملك ما قبلنا ما حكجره ويا هجر أضيع هذا أولاد ويا هلا وهم مساعدين بالله جهزي تعرف لفت الواقع وهي هي انقلب كلامه قدمنا ان لبدا دينا اي كفغادان ود هادله حويده ليس مرني وا خويده جيت بيس كجيره تشوي كمال هادله لبدي وفتي اي كلا هوغامينيين لبدا مدحوينه سومالان اي سومالي وحي سمغ يا ميسان له اوو مهد نقيان مدحوينه جمهوريه جيبوتي انتاسنا ان وا وخي يرايد اسماعيل دلبنجري بريبان دل هلكانو بقر هيستتي مركان سان صلاتي جمعه اي غو ريسي كنتو كدي مركان كنتو كدي بو كعي واتا لبا جير لا كعي لا فريستو جمعه ودا والله يفهم لبا جير با لا كعاده تنو والله فريستو جمعه ده تنو كعي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الله وملائكته يصلون على النبي سلام عليه الصلاه والسلام اللهم صل على مسل سيدنا محمد وايه قوم غسو فريستو سو هاتنا كعي مركز يدي ان صلاه عيدي صلاه اخري يوم الجمعه هذا ما ليس مركز يدي وكغلا مركز يدي اللهم يا سهل سمور صاحب الشريف وولي ولي العهد وسم ولي العهد وبقر كدلك هيستا وكيسه كسي خيغنكا وبقر تويدا ودلدا وراه سو 18 ساعه دود ورقد قدبك او غدير وقدبك اوديي هلكن في ديامانت جلا هرموس فدي قالها هوية لأن كذا كهستي كان أين أنت وكقنا ومالك هي أنت يا رب عمشتري كنت اللي ين كيس يصد ين كيسد قيسة هذا إيران سنة ترى ين كين أنت اللي قلت يا محمد يا أنت يا رب أنت وبابي مش ركض طالب قطب دارنا يسق الله قرية سالي وحيوم هذا مغيان حوها هي بدأ بهيد أي حال كانوا أنت هي بدأ وضيق هي بدأ طلعها إسلام هي بدأ طلعها نفس سياسات isna waa manch aliyo markaas uu dawaab ciyaaraba markaas ismaaciil ismaaciil dalkumu kamarma ismaaciil soomaali may kamaranta oo si ciyaaraba raskeeda ciyaartana ku jiray amantisa ka ciyaaray saaxiibka ismaaciil adban ku salaamay nafsi siyaasadeed hadan nabi ku tiri markaa dadka diisay lacmi jirta ya ninki seelac de barasaab fi seelac iyo xanasi kheyna fi federaal ya soomaali ma midayn ma dadka dawaa ma helaysid ma jabuutina waa soomaali ma سيد أنا عنا يقول حلو ميسد ما وريع برت هيسك صبيحي يا أخي بقولك بس عايش عندك أنت تستعمل شامة وريع بربع حكاية بسنة برت هيك صبيحي هديك على الدقيقة تغني سمعنا لما نسوك عن صلاة أنت غوري جاي عن شو جاي ما هذا من عبي سمعنا دنا أنا نريد تيجي قبته ما هذا من فن كين عن الاليه فابلا فنانين تلقى نيجوا هسا وريع مرخى النفس يا سيد يا أخي جناك سيد النفس يا سيد كدر سنين ninkii halkan ee tacsida bila sharaaq inta lay guriga fadhiyeen bila mandate ka hayaa gobolada ku dul googa inay Soomaaliland ku dul burburtayna xayaan ina si baabay noqday caaw haddu inta Britain la inta ku soo dagaayay wada Soomaali weyn bay noqon taa maqlaysa waaye dennaf baa sharaaq u geysay inay nigu raasin jireen waa baa oramo warna si baa leena dinu gura Soomaali dul baan tan Soomaali libu dhimanayay tan iyo wiilgaalka u fadhiya qolanka daarad Ismaaciila SYS baa hayaa inay dadkii de meeshii ka fadhiyeen unu kuna boqortooyadii baan u hayn dadka haraga meesha kaga saaxaysayo isagaaba nagu lahaa sadexkiisa leeyu dambeeyay Soomaaliya ku socdaan
مرحبا صومالي بعضنا يا برهدي الحمد لله رب العالمين موسى والنعض رمضي اسكا قتمي يا قلوضي يا ضدك الله هيدوان الله نسكا صلبان لكن حليها هي كدعا يا كرتدان من ملهد وده بدا هرتوا كواسو ووحا مغليسا يا طوال انسان وده بدا ماشي يا تشاليال سعد بعد ما انتي ودليسانيسا او وضع فقدا هذا ما حق صحة السياسية الصومالية عن إيري دي كشيبة قاسوا النفس كان سياسة ده دو صدح ذاق وضب هيا ميشي يلو وح الله لو حيا الله ما أنت مالين أنا هاي نقف ولو بملك قرو وحاسي هدي وح كسر بحان أو ما أنت حلق وح ما أنت اللي يدو واحد عارف سيسن من كاسم بقى اللي أنت يرد العقل هي كوير جنية وأنا يعني أنا مطلع تكسر حاطة وده يعني أنا نطلع لصحانه وهم ويرد لها أنت دي يرد يصدر ده يسمع لي صومري هذا دي يرد بخارك هيستي إيمان هرر مو يعني وح كل أو يمشي دحيا لا صدق هذا اللي نعملنا في السياسة ديت أي حاجة خلاص كده دارنا وحنا لا إلى هاي الرسمة لا هل كان في اللي يو وح كل اللي هو شيء كي قالوا هرت على موسى دولة سوي بيجي موسى هذا اللي ولد بلاده يجيب سنة يه هنتي يجيب سنة يروح يجيب سنة كل بعو يدون كده عاوز سمالي وين بعنا العقب عن صرفته هنا مالها وح سمالي وين لا يدا ماشي يلا وفي سوي نجين كريه وحنا قاعد قاعدك راح وح اللي بمشرت النصيب يا عيان أيين نقول الله يتساك إنه يرحط الصومالي وين بينهم هذا فهمتي وجهاد ويا قبل الله لكن واو حوي يعرفن سيرو جو حلا يرحط أسلم الدرش وحلا يرحط سيرو مركب حلا قط درون بين معنا يرحط حلا لو حلا كله قري يسافر كاسي وحو هل قدم من بكم معنا يا سيرو جا أسلم الدرشها يا قدر كي كمدي حجم الضحية ده لقى ربي مصطفى عكتر نفس السياسة ذات وصدق جيسو ذا وصدع عن دي كتل معمية هي اللي هلا ويهي جمهوريات دا فضرال كي محيطا ومحيط دولة النمادة الصومالية هدو مغليسا وايو صوماليا هدو مغليسا هرت الصوماليا وحلو أورنج لي وحي هيد رصدع عن دي انت المعمية حد كلو يعدو راس كامبوني إلا راس عصير تاسالي excuse me تاسالي راه دا صوماليا دستور قرات أي أنصحن دستور كي كعان كوا ضدو سجع هالكنا يسكت الله هو النظام قصب كيبي دستور ككميل جار كان إلا إيه عاو الله بكون صدق يلا باتن إلا شركة إم بجاتي كميل جار بوها هدول فهمتين عرفت الدولة دي اللي بقول صي يتي إم بجاتي يعاو وضع عينه فدنا وحلا يرد هذا دستور ككميل جار كفدرال كصومالي سبب مكمل الجاريه هذا ما غلطه وحكمل الجاريه هي سمالي لانه حيت روان قوما قبل الله دي كلام اسكت بيسو معمولية شعب صندوق ساك اللورد اللي جايله ويدينه يا دستور صومالية يا من نمس صومالية ضد ما دام الجرتو واحد ضل كل جوه ضا واحد الله يقع انه حال مستور واحنا واحل واحنا واحل حل بين نقطي او حل معها إن عند الصدور كي هرنا الشقيين إن إنتو إن مال مجعل فريستو أمريكا يسا صافر يستو أما جرو وها فريستو أما ها صافر يستو مقدسه إنه يرى هذا هو سنترال جوفرمنت تيل حدن كي عشرة يساور رياء واحدة عيبة مايا هذا مغلسة ما دام إن تاسيد عين حلبي النقطي إن عطوا حلو هو ولا قايم بقاتنا الله يران دام فدرعة ما دام يسمعنا النبي سنتي بطل النبي سنتي كوا كلامنا الله بيسو بالمدو اللي جو حسي شو الله بيسو قام نوع عسل لغوره لكن دستور قلت أول لغود قامت شرتو هل دستورة أم بأنصح سن وحا ماشا كبه حي مركا صدن كي سنة كعانكا وحا كبه حي صدن كي سنة دون سنانتا وحا كبه حي مركا صدن كي دولة نمدي كوري 1969 كل سقال بغل 69 كي بشي فبرايو أيو كعانكو انقلاب لوري marka waa kii deeku dalay jamhuuriyadda dimuqraadiga wixii inta ka horreeyay dastuurkeedii baa yaala oo Soomaalida oo masjid iyo toban gobol oo waxa yaala muxuu ahaayay dastuurkii umada Soomaaliyeed de haya waa maxay dawladnimada calanka buluuga xadkii dawladnimadii maamulka iyo taliskii inta ayaa ka talaya inna inta simhaytag waa qabiilo waa hawiye waa daarood waa isaaq waa ciisa waa samarroon waa fiqishni waa digri iyo marif leeyahay qaar kale oo badan dadku waa qabiil laga waa qabiil laga iyo umada meesha fadhida hadaba magalaysa marka si ku meel gaara ayaynu caasimadii Soomaaliyeed dib loo dhisayaa
at the same time waxa waaqic aan meeshi ka bixin caasimadan inay tii beel hawiyeed oo abgaal la yidhaahdo waliba khaasatan deegaantay magaalada Reerley Soomaalidana kala tagtay marka abgaalnimadii iyo banaadirnimadii iyo unukays kala di iyo dawladdiiba iska dul shaqeynaysa sida daraadeed ciidan boolis ee Soomaaliya leeyahay oo ka wada shaqeynaya ilaa xadka loo yaacdo ma jiro immigration Soomaali ka wada shaqeynayo hal meel amarkiisu ka baxaa ma jiro ashuur hal meel ka wada baxdo dalkii ma taalo nidaam meesha yalla ma jirto hadda ma qaysan dawladnimaduna maaha in Muqdisho oo kaligeed fadhida gaari gaari karto reer hawiya abu marhan noqonaya hadda fahantay haddii nin marraxaani fariistana wuxuu noqonayaa nin damiciisi uu intii halka ku dabaqayo iska diktaator ah haddii nin majeerteen barta fariistana nin iska jiboonayo buu noqonayaa dalku majeerteen maaha daaroodna maaha talku hawiye maaha talku isaac maaha ciise maaha samaroon maaha talku waxa la yiraahdaa soomaali soomaaliya dadkuna waa soomaali waana soomaaliya soomaalidii baa marka qabeel ah